انتوا جيتوا؟ يا اهلا يا اهلا. احب اقول لكم ان بعد تلقيح الكلام والحوار العنيف اللي دار بيني وبين مايكل في قصر فلافيا، غار مايكل ورجالته، وبصراحه ما اتضايقتش اطلاقا اني ودعته، لكن حقيقي كنت متضايق وانا بودع الاميره فلافيا، وكنت بيني وبين نفسي بقول طب اقول لها الحقيقه ولا بلاش. طب يا ربي هو غلط اني بكدب عليها وعامل فيها الملك؟ مش عارف. اصل كمان فلافيا وهي بتودعني قالت لي خد بالك، ولما سألتها اخد بالي من ايه فقالت لي انت حياتك مهمة عند شعب روريتانيا. والحقيقة يعني كلام فلافيا ده فكرني بروز وهي بتقولي على روبرت ان مكانته في المجتمع بتخليه دايما عنده مسؤوليات كتير. انا طول عمري بحب الحياة الهادية، ايه كمية المسؤوليات اللي بقت عليا من ساعة ما جيت روريتانيا دي؟ بس يا ربي، اه يانا، ايه اللي عملته في نفسك ده بس يا رادلف؟ الغريب ان بعد كام اسبوع من تمثيل دور الملك محدش خد باله برضه، يمكن عشان انا تبكل من الملك وبقيت عارف الدنيا ماشية ازاي في البلد دي وبتتحكم ازاي. يمكن هو اي نعم انا عملت غلطات كتير وساعات كانت بتبقى كوارث، بس كنت بلحق نفسي على طول واقول اني بنسى القواعد والقوانين والحاجات دي، كانت بتعدي الحمد لله. ياه، نفسي شعبيتي بين الناس تكبر عشان جايز ده يساعد في انهم ينسوا قراراتي الغبية. يلا مش مهم، المهم ان وانا قاعد في اوضتي في امان الله لقيت سبت داخل عليا وبيقول لي ان في جواب مبعوت لنا، وباين من شكل الخط كده انه من واحدة ست، وما لحقتش اقراه والله، لقيته بيقول لي ان في اخبار مهمة، اللي هو خير اللهم اجعله خير يا رب. قول يا عم سبت وشجيني. فقال لي ان الملك طلع فعلا موجود في قلعة زند عشان رجالة مايكل الثلاثة اللي مختفيين من أصل الستة موجودين هناك، اللي هما لونجرام وكرافستن وروبرت هانزو، وروبرت ده المفروض إنه أخطر واحد في الستة كلهم. واللي خلى سبتي يتأكد إن الملك في القلعة إن الناس بتقول إن الجسر المتحرك بتاع القلعة دايما مرفوع، وده مش الطبيعي إنه يحصل، وكمان محدش بقى يقدر يدخل القلعة غير بإذن مايكل شخصيا أو روبرت. وطبعا وكالعادة أنا الدم ضرب في عروقي وقطعت سبت وهو بيتكلم وقلت له خلاص بقى نروح ننقذ الملك على طول. وطبعا برضو كالمعتاد سبت رد بحكمته وقال لي انت لو رحت وش مش هترجع تاني، واحنا محتاجينك، فاهدى بقى. ها اهدى. وبعد الأخبار دي ومع كل اللي بيحصل لي سبت حس اني متوتر جدا، فسألني مالي. قلت له هو مين الستة اللي ماشيين ورايا في كل حتة دول؟ فقال لي دول رجالتنا وماشيين وراك عشان يحموك. فمعجبنيش الكلام بصراحة، هو أنا لا مؤاخذة عيل صغير عشان حد يحميني؟ فقال لي ما هو لو أنت اختفيت ولا حصل لك مصيبة كل حاجة هتنتهي، ورجالة مايكل ممكن يمسكوك بكل سهولة. وبعدين لقيت سبت متوه كده في الكلام وقال لي ما تشوف الجواب اللي اتبعت لنا ده فيه إيه كده؟ فقريت الجواب وكان بيقول يا ملك، لو عايز تعرف حاجة مهمة اعمل اللي هقولك عليه، هتلاقي في آخر شارع نيو افينيو بيت بجنينة كبيرة وفيه سور حوالين الجنينة ولباب من ورا. النهاردة بالليل الساعة 12 بالظبط امشي ناحية البوابة دي، وأول ما تلاقي تمثال حصان احود يمين، وبعدين امشي حوالي 20 متر وهتلاقي 6 سلالم هتوصلك لبيت المصيف. ادخل بيت المصيف هتلاقي واحد هيقولك حاجة مهمة عن حياتك، بس لازم تكون لوحدك، لو ما جيتش حياتك هتبقى في خطر. أنا صديقة موالية ليك، ما توريش الرسالة دي لأي حد وإلا هتحط واحدة ست في خطر، مايكل هيعاقبني. وبعد ما خلصت قراية الجواب سبت قال إن أكيد مايكل هو اللي كاتب الجواب ده، وأنا برضو فكرت في كده، وإن مايكل بعته لينا فعلا عشان يخدعني، فخلاص كنت هكبر دماغي وارمي الجواب في الزبالة. بس لقيت حاجة مكتوبة على ظهر الجواب بتقول لو انت مش مصدقني اسأل الكولونيل، اسأله عن واحدة كانت ضيفة مايكل وأول حرف من اسمها ايه. هر أزرق، دي أكيد أنطوانيت دي موبان. فسبت سألني انت تعرفها؟ قمت حكيت له كل اللي عرفه عنها، وسبت حكالي برضو ان الناس بتقول انها على خلاف كبير مع مايكل وقاعدة حاليا في مكان في ستريلسو. فقلت له ده احنا ممكن نستفيد منها بقى، بس برضو سبت لسه مقتنع ان مايكل هو اللي كتب الجواب ده.
لكن انا ما شغلتش بالي بكل ده، وقررت اني لازم اروح للست دي بالليل، وسبت طبعا كان معترض وعايز يروح بدالي، فحاولت اسايسه كده وقلت له انه يجي معايا ويستناني على البوابه بره وخلاص. بس اللي كان مقلق سبت انه مش واثق في الست دي اصلا، وشايف اني مجنون عشان عايز اروح لها. بس يا عم سبت، ما انا يا اما اروح اشوف في ايه يا اما ارجع انجلترا. بس العطله دي وان كل يوم بيعدي والملك لسه في السجن، ده بيزود الخطر عليه. فالله يخليك، كفايه لعب بقى. فسبت ربنا هدفي الاخر ووافق غصب عنه اني اروح وهو يجي معايا. وهنا سبت بدا يدرك كويس قوي اني مش هطوعه في كل حاجه يقولها لي. ولما الساعة جت 11:30 بالظبط، خدنا مسدساتنا وركبنا الحصينة وطلعنا على بيت المصيف. بس لما وصلنا الدنيا كانت ضلمة جدا، لكن سبت استناني برا زي ما اتفقنا. فدخلت من غيره وفتحت البوابة، ولقيت نفسي في جنينة فيها شجر كتير، ولقيت فعلا تمثال الحصان. وفضلت ماشي على حسب توجيهات الجواب بالظبط لحد ما وصلت البيت المصيف نفسه، برغم ان الدنيا كانت ضلمة جدا. ودخلت جواه فعلا، وأول ما دخلت جوه سمعت صوت واحدة ست بتقول لي أقفل الباب. وأنا أصلا أول ما دخلت لقيت نفسي في أوضة فاضية ما فيهاش أي حاجة غير ترابيزة معدن وكرسيين خشب، ومش منورينها غير بشمعة صغيرة قدرت أشوف فيها بالعافية أنتوانيت والخادم بتاعها. ولقيت أنتوانيت بتقول لي اسمعني عشان مفيش وقت، أنا عارفة أنت مين، انت مستر راسندل، وانا كتبت لك الجواب ده بتعليمات من مايكل ورجالته، وفي 3 رجاله جايين عشان يخلصوا عليك كمان 20 دقيقه. فقلت لها بتوضعي المعتاد، او انا اللي قتله عادي يعني. وبعدين قمت سائلها، هما دول 3 رجاله من الستة بتوع مايكل مش كده؟ فقالت لي ان هما فعلا، وعرفتني اني لازم امشي بسرعه قبل ما هما ينجوا. بس الله يكبر بخاطرها ويعلي مقامها، قامت قايله لي قبل ما امشي الخطه بتاعت مايكل كلها، الا وهي انهم هيقتلوني وهيرموا جثتي بجزء المدينه القديم، وطبعا طبعا مايكل هيمسك سابت وفريدز وهيتبلى عليهم ويتهمهم قدام الناس بانهم هم اللي قتلوني، وهيقوم باعت رساله لرجالته عشان يقتلوا الملك الحقيقي، وبكده يكونوا خلصوا الليله دي كلها. طبعا خطه في منتهى الذكاء وكويسه جدا يعني، كويسه كويسه يعني. بس بصراحة كان الفضول هيقتلني لسه، فسألتها انت ايه اللي بيخليكي تساعديني؟ فقالت لي اصلا انا ما بحبش اشوف حد بيموت قدامي. والله يبارك لها، حذرتني كمان اني مش في امان وانا في ستريلسو خالص، وقالت لي عارف الستة اللي بيمشوا وراك دايما عشان يحموك؟ اهو رجالة مايكل وراهم ومترصدين لك في كل حتة، وممكن هوب اول ما يستفردوا بيك يقتلوك في أي لحظة. وآخر حاجة قالتها لي إني لازم أمشي دلوقتي حالا، وعرفتني إني عشان أطلع برا لازم أمشي من ناحية بيت المصيف، وأفضل أجري بعدها 100 متر لحد ما ألاقي سلم مركون على حيطة كده فأطلع عليه، وبعدها أطلع أجري 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 وأهرب بأقصى سرعتي. والحمد لله طمنتني كمان إنها هتقول لرجالة مايكل لما يشرفوا إني ما جيتش أصلا، ولو ربنا سترها ومايكل معرفش حاجة ومعرفش إنها قابلتني يبقى هيكون لنا نصيب اننا نتقابل مره تانية. وانا طبعا شكرتها جدا على جدعنتها دي وانها ساعدت الملك باللي عملته ده، وحاولت اتقص منها كده على مكان الملك واذا كانت تعرف الملك حاطينه في اي حته في القلعه ولا لا. فقالت لي اه طبعا عارفه، هو جوه القلعه كده في باب على اليمين وراه كده. جم جم خلاص، مفيش وقت نهرب. يا لهوي يا لهوي.